يمكن كابتن علاء الكابتن شريف اتكلم عن الفوز، وهو فوز مستحق، ولكن تحس في بعض الاوقات انه يعني مقلق شويه. يعني هو مكسب اه والهدف اتحقق من المباراه، ولكن من خلال المباراه زي ما قال الكابتن احمد بلال مثلا في بين الشوطين، ان انت كان ممكن تخلص من بدري قوي، ممكن تريح نفسك بدري قوي. انت حطيت نفسك الشوط الثاني تحت ضغط جامد جدا، خصوصا بعد ما هم جابوا الجول. هو انت لازم تكون خلاص المباراه وانا بين الشوطين من بدري، صح؟ يعني بقول لك انا الهدف جه في الوقت الضايع في الشوط الاول. تخيل يا ايمن لو انت طلعت 0-0 في الشوط الاول، شكل فريق النصر كان مختلف. كان برضه هيحاول وكده. حتى بعد الهدف هو فريق النصر بيلعب مباراه مش باكل حاجه خالص، بالعكس هو بيلعب ضد النادي الاهلي، وبالنسبه له حاجه كويسه، صح؟ زي كل الفرق بتلعب مع الانديه الكبيره، فهو مش فارق معاه حاجه. الفرقه مش فارق معاها حاجه دي ايمن، لازم تبقى فيه نسبه قلق منها عشان يعني تموت القلق ده. لازم من بدري هدف واثنين وثلاثه، انت كده الموضوع بالنسبه لك اتحسم تماما اتحسم. لكن ما تسيبش مباراه زي ما توديني في النهارده. بص يا ايمن، يعني سيبك من المباراه واللي حصل فيها النهارده في حاجه غريبه جدا في النادي الاهلي كله. انا مش حاسس ان في حد في الملعب قائد في الملعب، حاسس ان اللعب الى حد كبير ارتجالي. يعني جت فتره في الشوط الثاني بنلعب كور طويله، ايوه كور طويله، وانت غالب وانت لسه 1-0. ليه؟ لازم حد في الملعب يتكلم، يا جماعه الكوره على الارض، انا غالب 1-0 وانا النادي الاهلي بلعبتي، حتى لو اللعيبه بقى لها فتره بعيده عن الملعب، بس في الاخر انت ده كلهم نجوم. يعني حتى يعني معلش مع احترام الكامل لكل اللعيبه الموجوده، انت نجم في النادي الاهلي، راجع بقى لك فتره مش بقى لك فتره، لكن ما ينفعش يبقى هو ده ادائك. طب هل الكور الطويله دي نبع من فكر اللاعب نفسه، ولا ممكن تكون تعليمات مدير فني من بره؟ لو فكر اللاعب نفسه يبقى لازم حد يتكلم من بره، يلعب كره على الارض، انا غالب 1-0 وانا مش بلعب كره طويله. والعب كره طويله ليه؟ يعني هلعب كره طويله ليه؟ ايه الداعي ليها يا ايمن؟ ماليش خالص، انا غالب 1-0. وبالعكس انا لو الامور انا لو اديت ال 45 دقيقه الثانيه بهدوء وكره على الارض ولعبت واستخدمت الكلام كويس قوي، هتلاقي الامور اسهل بكده بكتير. كره طويله ايمن 50-50، ودايما مدافع ليه النسبه الاكبر 70، لان هو شايف الكوره، فاسهل حاجه عنده يروح طالع لعبه بدماغه. اخدت الكوره الثانيه ما اخدتهاش، انت دايما داخل في صراع. بص المشكله انت خليت الشوط الثاني كله او اغلبه صراع باللعب ولعب. طب وليه وانت بعيد كل البعد عن الصراعات دي؟ انت عايز لعيبه كلها تطلع سلام، تطمن على لعيبتك، والمباراه تكسب المباراه خلاص. انت غالبا اللعيبه طالعه من الشوط الاول مش مقتنعه، مش مبسوطه من نفسها، لان الشوط الاول ايمن لعب، بتحس لعب مش جماعي، لعب فردي، كل واحد بيلعب اللي في دماغه، اللي كابتن شريف كان بيقول عليه دلوقتي، مش يعني مش في الاخر احنا كل واحد بيلعب عشان شكل النادي الاهلي، شكل التيم نفسه. ايوه. انما اللعب فردي كل واحد من دماغه ده ما ينفعش. خصوصا ان في لعيبه بقى لها كتير ما لعبتش جنب بعض، وده محتاج شويه هدوء شويه، بكره اسهل من كده. ايوه. الكوره اهدى وابطا من كده، الشوط الاول ريتمه سريع جدا بدون داعي. أيوة. خالص انت دخلت في ريتم سريع وصراعات مع فريق النصر، انت لازم كنت بعيد عنها كل البعد. بص يا ايمن، طول ما في صراعات في الملعب مفيش فروقات هبان. ايوه. ما انا انت لعيب وانا لعيب، لما نخش في صراع مع بعض على كوره انا برضو عندي روح وعايز العب وبجري عشان شكلي يبقى كويس. انت ليه دخلت اللعيبه بتاعتك في صراعات؟ لازم يبقى انت شكلك دايما 2-1 زي ما بتشتغل كده. يعني في كوره عملها محمود عبد المنعم في الاخر خالص، ضيعها بواليا، سهله جدا، حلوه كوره اتلعبت، حلوه هجمه مرتده كويسه، تعادت من الشمال اليمين، شايف كان رؤيه كويسه قوي. رؤيه النهارده انت ناقصك النهارده الشوط الاول رؤيه، صحيح. رؤيه وهدوء. الامور اتصعبت بعد الهدف اللي دخل فيك من النصر، صح؟ هدف على فكره، هدف حلو قوي، جميل، معمول جمله حلوه قوي معموله، ما ينفعش اولا مبدئيا ما ينفعش تعمل فيك، صح؟ دايما تقيس دايما المباريات دي على مباريات اصعب، على خصم اصلا. يعني بص الكره معموله حلوه قوي الباك ليفت، اتعملت بالعرض جامده جدا، وفي واحد على القريبه وواحد على البعيده كمان. لازم احمد نبيل كان لازم يبقى قدام اللعيب ده اللي هو الصعيدي، كان لازم احمد اللي ورا ده لازم كان يبقى هو اللي ورا ربيع او سعد سمير كاخر واحد في الملعب، ده طبيعي على فكره. والمشكله اتفضل، وخلي بالك ده كمان متاخر يا كابتن. بص يا امين، اخر واحد عندنا، اخر واحد. بص يا امين، رامي ربيع وسعد سمير بيجروا وشهم على علي لطفي مبدئيا غلط. لازم الاكتر واحد عنده الرؤيه صح احمد نبيل. ايوه. لانه لو رجع في المكان اللي عليه العلامه دي كان يبقى خلاص كده. أيوة. التمريره دي كان هو يطلعها بره. لكن هي في الاخر لعبه اتعملت حلوه قوي،
الحاجه اللي مش كويسه قايمه في الكوره دي كوره دي اتكررت فيك كتير حتى مع الفريق بتاعك الاساسي اتكررت فيك كتير. هي كوره عكسيه والتغطيه العكسيه دايما بتتاخرها دايما الكوره دي بتتكرر فيك. لكن هدف حلو قوي جابه النصر خلاص. بعد الهدف ده غصب عنك انت كلاعب وبقالك فتره بعيد عن الملعب هتبدا تقلق لان دي مباراه كؤوس. أيوة. وبعدين النصر عادل معاك 1-1 في هجمه عمل عليك الشوط الثاني وانت بقالك كتير بره. طب اتفضل. طب هو الخطا المتكرر ده نتيجه تنظيم دفاعي خاطئ مثلا؟ تنظيم دفاعي خاطئ. التغطيه العكسيه عندك دايما يا ايمن. نفس الهدف ده كتير قوي كرر جه فينا. انا فاكر احمد سيد زيزو جاب فينا الهدف ده في الزمالك. كره بالعرض. كره بن شرقي. كره بالعرض. التغطيه كانت متاخره من علي معلول هدف. الحاجات دي لازم تتعالج وتتعالج بسرعه. التغطيه العكسيه لازم تعمل الحاجات دي. انا ما بتكلمش عن مباراه النهارده خالص. مباراه النهارده لا تعنيني بشيء بس في دروس مستفاده. طب ما عشان كده بقول لك مع احترامي الكامل لفريق النصر الطبيعي انك تكسب وتكسب كتير لكن ماشي المباريات اللي زي دي انا كمدير فني استفاد منها. ايوه استفاد النهارده في اخطاء حصلت لازم انا استفاد منها. كله بقى بيستفاد. نفس الكلام اللعيبه اللي لعبت النهارده. في لعيبه النهارده لعبت لكن مش هو لعبها. تحس ان هي تحت ضغط بيلعب مش كفريق. أيوة. النهارده يعيب النادي الاهلي انك بتلعب مش شكل فريق مع ان الاوقات القليله قوي لما بتلعب فيها كفريق شكلك هايل بتلاقي بعض كويس قوي بتحرك لان طبيعي جدا انت احسن في كل حاجه تحركاتك في مهاراتك في شغلك الجماعي في شغلك الفردي. هو ده اللي كنت بدور عليه النهارده. لكن نتيجه المباراه ماشي نتيجه المباراه مباراه كؤوس وكده والحمد لله كسبت. لكن انا يهمني النهارده يعني عوده النهارده ناصر ماهر ادى سيبك من الفنيه لسه ما وصلش ناصر لكن لعب شويه كويسين بتدخل واحده بدنيه في فورمه المباريات النهارده. وليد بتمنى ان شاء الله تبقى ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله تبقى اصابه بسيطه يعني كويس. اكرم نفس الكلام يعني هي دي بس خسارك النهارده. لكن ناصر رجع تاني الملعب. طار واخد المباراه كلها النهارده. صلاح محسن كهربا مروان يعني دي الناس كلها كانت بتلعب على فكره. لكن النهارده الدروس تاخدها مباراه النهارده الاخطاء اللي بتحصل المباراه السهله دي ما ينفعش تحصل مباراه صعبه مباراه حاسمه لازم الحاجات دي تتعالج. قصدك ما تعديش لازم الحاجات دي تتعالج وتعالج بسرعه لان انت في وقت هتغلط غلطه كده تبقى العقاب او العقاب جامد شديد عليك شويه. لكن في الاخر مبروك ومباراه وعدت بحسناتها بسيئاتها. ودايما انا بقول الفرقه الكبيره عايز توصل لمرحله يعني الكمال نفسه دايما صحح اخطائك انت. كل ما هتقلل اخطائك ايمن كل ما تبقى انت الاحسن. صحيح. دايما الفرقه باخطاء قليله هي الفرقه الاحسن دايما. فالنهارده مبروك ويعني بتمنى ان شاء الله يبقى الاداء القادم احسن بكتير يعني باذن الله ان شاء الله.